راح نبدأ وياكم فعالياتنا. مستعدين لقناة أطفال ومواهب؟ مستعدين نشوف الزهرات؟ يا سلام يا سلام، حافظين أناشيد أطفال ومواهب؟ طبعا اليوم راح تكون كل فعالياتنا وفقراتنا وطنية، وراح تكون فعاليات وأناشيد وطنية مع نجوم قناة أطفال ومواهب. جيناكم خصيصا من جنوب المملكة العربية السعودية فقط لنرسم الابتسامة على وجوهكم وحياكم ونقدم لكم أجمل الفعاليات مع نجوم قناة أطفال ومواهب. فقط جينا نقدم لكم الفعاليات ونرجع للجنوب مرة ثانية ونكمل فعالياتنا إن شاء الله تعالى في عدة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية الغالية. أبغى أسمع مرة ثانية تحية قوية لزهرات أطفال ومواهب. خلونا نشوف وين تحيتكم. لا لا مستحيل بيكون تحيتكم أقوى من كذا، أنا متأكد. طيب لو عدت إلى ثلاثة أبغى أسمع أقوى تحية وصراخ وتصفير وتصفيق. يلا جاهزين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة، سمعوني لفوق ونرحب بزهرات أطفال ومواهب، سمعوني تحية قوية. خصيصا لكم أنتم جمهورنا، أول استعراض واستعراض وطني أنت الهوى. تعرفون الأنشودة؟ يلا أبغى حماس ومعاه صفقة والإعلام فوق. حلو؟ يلا خلونا نسوي نشوف تجربة. يلا ورونا كيف الإعلام فوق. يلا اللي معاه وشاح، اللي معاه علم، اللي معاه قبعة عادي، نبغى نرفعها كلنا فوق. يلا وروني كيف. يلا ارفعوا فوق، خلونا نشوف كم عدد الجمهور والحاضرين الكثيرين. ما شاء الله تبارك الله. لا أبغى أكثر من كذا كلنا. يلا حلو ممتاز. يلا نبدأ إذن وطني أنت الهوى استعراض أطفال ومواهب. يلا خلوكم معهم. Yeah.
سلام يا سلام، هذا الحماس من الجمهور. نبغى تحية أقول لهم، أعطوني تحية فوق يلا. ها تبغون فعالية وشودة ثانية؟ وش راح تسمعينا يا الجوري؟ أنشودة بلادي أداء مين؟ أداء مين؟ النجمة مين؟ يا سلام، نسمع أقوى تحية للنجمة دانا. أعطوني أقوى تحية. إذن مع دانا نسمع ونشوف وياكم الاستعراض الثاني بلادي. تحية ونسمع أقوى تحية. حلوين يا جمهور، الله الله محلى بلادي، ويستمر الحب للبلاد وللوطن. ونشوف الاستعراض الثالث مع زهرات أطفال ومواهب. خلونا نشوف الاستعراض الثالث مع أطفال ومواهب في الفقرة القادمة. وصلة وطنية الفقرة القادمة، وصلة وطنية جميلة. خلونا نشوفها مع الزهرات. يلا وين التحية لهم؟ سمعني تحية. يلا نبدأ. بحبك يا وطن ما نتخافت للبر نورك علي، ما نفلح علينا نورك.
تسلم يا وطننا يا بهجتنا والكل املنا ماضينا منور يا وطننا نور الحاضر اكثر يا وطننا ساهر يا وطننا والمستقبل ازهر ماضينا منور نور الحاضر اكثر ساهر يا وطننا والمستقبل ازهر يا وطننا تسلم يا وطننا يا سلام يا سلام يا سلام ما اسمع نبغى نسمع تحيه اقوى عضلي تحيه عضلي تحيه عندنا ضيوف صاحب المركز تفضلوا معي يا بنات تفضلوا تفضلي تعالوا معي المسرح حلوين 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 ضيوف صاحب المركز وايضا ضيوف على قناه اطفال ومواهب الفضائيه هاي يا جمهور تبغون نكمل ولا نوقف ما اسمع نكمل ولا نوقف طيب اذا تبغون نكمل نبغى نسمع اقوى تحيه وصراخ وتصوير وتصفيق خلونا نشوف الجمهور صاحين ولا نايمين لا والله نايمين تعالوا عندي هنا ما شاء الله تبارك الله شوفوا كيف الان ما شاء الله تجهيزات اليوم الوطني كل الاطفال عندنا طبعا ما شاء الله لابسين لبس اليوم الوطني وان شاء الله دائما نكون بالافراح ودائما الله يبعد عنا وعنكم الكربه والاحزان قولوا امين شو اسمك يا ماما دارين؟ دارين ها؟ دارين دارين وانت اسمك يا بطل؟ يزن حسين دابي واصل يزن؟ عندنا دارين ويزن ان شاء الله مبسوطين؟ ايش رايكم قناة اطفال مواهب والزهرات؟ مبسوطين فيهم؟ حلوة ها؟ حلوة حلوين؟ تبوا تستعرضون معهم بعدين؟ ترقصون معهم بعدين الاستعراض؟ ها؟ يلا حلو ممتاز جدا راح نستعرض ان شاء الله بعد كذا فقره ان شاء الله والنادي ايضا الجمهور راح يشاركون معنا ان شاء الله تعالى تفضلوا استريحوا مكانكم نسمع لهم تحيه قويه اعطوني تحيه لك الوفاء تعرفونه تعرفون استعراض لك الوفاء طيب الان راح نسمع مع لك الوفاء النشيد الوطني صحيح ابغاكم كلكم تنشدون معاهم النشيد الوطني مع الطفلة الصغيرة الزهرة الجميلة الأمورة الحلوة وش اسمها؟ وش اسمها؟ أسيل راح تسمعكم بصوتها الجميل النشيد الوطني انشدوا معاه كلكم علشان نبدأ معاكم استعراض لك الوفاء يلا يا أسيل سمعينا يلا كلنا كذا يلا كلنا يلا نوقف وقف وقف وقفوا مكانكم يلا ايوه يلا سارعين المجد والعلياء مجدد لخالق السماء وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر ردد الله اكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك للعلم والوطن
أخرى مشاهدينا مشاهدي قناة أطفال ومواهب قناة كل الأطفال، كل الشكر لمركز الأندلس التجاري، كل الشكر لكل من يعمل من أجل إنجاح هذه الفعالية، فعالية اليوم الوطني في مركز الأندلس التجاري. إذا نرحب وياكم سويا بنجوم والزهرات أطفال ومواهب، يلا سمعي تحية قوية. فقراتنا إنشادية وطنية، هذه ليلى مع نجوم والزهرات أطفال ومواهب. يا مملكتنا جوري تقول إنه راح ننشد ونستعرض على أنشودة يا مملكتنا. نبغى نسمع أقوى تحية للزهرات أطفال ومواهب، سمعني تحية قوي تحية، ومع استعراض يا مملكتنا. يلا جاهزين نبدأ؟ ما أسمع، جاهزين؟ يلا نبدأ. جو. يا مملكتنا يجيب لأهل البرايا، طول العمر يبقى حبك في الحنايا. يا مملكتنا يجيب لأهل البرايا، طول العمر يبقى حبك في الحنايا. انت صريح عالي، انت مجد غالي، انت صريح عالي، انت مجد غالي. يا مملكتنا يجيب لأهل البرايا، يا مملكتنا يجيب لأهل البرايا. ابن
نادنا سودي بالشعب السعودي بالخير والنهضة جودي لنا جودي يا بلادنا سودي بالشعب السعودي بالخير والنهضة جودي لنا جودي في صرح عالي انتي مجد غالي في صرح عالي انتي مجد غالي يا مملكة نيجيب والله حلوين برايا يا مملكة نيجيب لك قبلة برايا يا درة الديرة يا قلب الجزيرة يا أمن واستقرار يا أقوى مسيرة يا درة الديرة يا قلب الجزيرة يا أمن واستقرار يا أقوى مسيرة انت صرح عالي انت مجد غالي انت صرح عالي انت مجد غالي يا مملكة نيجيب لك يا مملكتنا يا قبلة ورايا يا نخلة مغروسة بالسيف محروسة الله أنزل فيك آيات مدروسة يا نخلة مغروسة بالسيف محروسة الله أنزل فيك آيات مدروسة انت صرح عالي انت مجد غالي انت صرح عالي انت مجد غالي يا مملكة نيجيب لك للبرايا يا مملكة نيجيب لك قبلة ورايا فالوطن واجب وسط الدماء ساكن واغلى تحية من أطفال ومواهب فالوطن واجب وسط الدماء ساكن واغلى تحية من أطفال ومواهب انت صرح عالي انت مجد غالي انت صرح عالي انت مجد غالي يا مملكة نيجيب لك أقوى يلا فوق يا مملكة نيجيب لك ورايا مملكة نيجيب لأهل البرايا طول العمر يبقى حبك في الحنايا يا مملكة نيجيب لأهل البرايا طول العمر يبقى حبك في الحنايا والله صرح عالي والله مجد غالي يمي صرح عالي يمي مجد غالي يا مملكة نيجيب لأهل البرايا تحيه نسمع اقوى تحيه سوينا تحيه حلوين احلى جمهور واحلى حضور واحلى اطفال وين التحيه الاطفال ما سمعني تحيه قويه لسه مستمرين لسه متواصلين من الاناشيد الجميله التعليميه واطفال مواهب كلها نصائح وكلها إرشادات وكلها طبعا فقرات تقدمها أيضا توجيهية لأطفالنا وطلابنا وطالباتنا عندنا فقرة جميلة ورائعة وأنشودة واستعراض بعنوان أنا الطالب يلا خلونا نسمع هالأنشودة الجميلة جو يا سلام يا سلام يا سلام
الآن فقرة استثنائية جميلة، أطفال ومواهب يقدمون أنشودة للطفلة غزل عبد الرحمن. نسمع أقوى تحية لغزل، أعطني تحية قوية. وأيضا الرسي وين التحية لغزل عبد الرحمن، أعطوني تحية قوية الجمهور. ومعها أطفال ومواهب، يلا نبدأ مع غزل. جينا 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 بالشوق والأمل، جينا 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 بالشوق والأمل، جينا بالشوق والأمل للي وسط القلوب حل، في زيارة لحبنا فرحة قلوبنا غزل، لك وفانا لك ودنا، لك وفانا لك ودنا، لك وفانا ودنا والوفا دينا عندنا، ما نسيناك يا غزل، جينا نشتاق رؤيتك شربتنا زيارتك، شكرا لكل أسرتك يا حبيبتنا يا غزل، جينا نشتاق رؤيتك شربتنا زيارتك، شكرا لكل أسرتك يا حبيبتنا يا غزل، جينا جينا نشتاق رؤيتك لك وفانا لك ودنا، لك وفانا لك ودنا، لك وفانا ودنا والوفا دينا عندنا، ما نسيناك يا غزل، ما نسيناك يا غزل، ما نسيناك يا غزل. وين التحية الغزل، أعطوني تحية قوية. ناقصينا يا غزل، نسمع أقوى تحية لغزل، والله تستاهل تحية قوية هالأمور الشطرة الجميلة. وين التحية جمهور، أبغى أسمع تحية قوية. شكرا لك يا غزل على الزيارة الجميلة. غزل والسحاب يعطيهم ألف ألف عافية على الزيارة الجميلة، وشرفونا اليوم مع نجوم أطفال ومواهب. الرؤية، نشيد الرؤية، صاحب الرؤية العظيمة، صاحب الرؤية العريقة، الأمير ولي العهد الشاب محمد بن سلمان. نسمع أقوى تحية لأميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي العهد، سمعني تحية قوية جمهور. إذا نشيد الرؤية يلا نبدأ ونسمع أقوى تحية. كابتن سليمان القرشي، تحية قوية له، صفقة قوية. شكرا هيثم على المسابقة الجميلة، رجعته للمدارس وللرياضيات والحركات، يعطيك العافية، لازم المعلومات دائما تكون متجمعة ما تطير. نحييكم ونرحب فيكم مرة أخرى جمهورنا الكريم. ها نجيب أطفال ومواهب، ما أسمع، نجيب أطفال ومواهب، يلا رحب فيهم في الوصلة الأخيرة والفقرة الأخيرة لهذه الليلة لهم. طبعا راح يقدمون لنا ثلاثة أناشيد وأربعة استعراضات لأناشيد وطنية، وبعدها راح يكون برنامج اللي هو التصوير مع الزهرات إن شاء الله تعالى في وسط المول في الدور الأول إن شاء الله تعالى. اللي حاب طبعا بعد ما ننتهي يسبق الزهرات فوق ويتصور معاهم، ومن يوصل أول يصور أول مع الزهرات. إذا نرحب وإياكم مرة أخرى مع الزهرات أطفال ومواهب، سمعونا لهم تحية قوية، أعطوني تحية. ونحنف مثل العصفور تأخذ من بسمات ندور، نبني وسط الغيم قصور أطفال ومواهب ومواهب. مرة ثانية صفقة صفقة فوق، يلا فوق. جاتنا السحاب وغزل مرة أخرى، ما شاء الله تبارك الله، غزل الجميلة. جميل، راح يستعرضون معنا أيضا السحاب وغزل، راح يشاركون في الاستعراض الجميل والرائع لأنشودة
ألف يا هلا، ألف يا هلا، هذه الأنشودة. وبعدها راح نشوف النجمة حنين في استعراض آخر. الآن مع غزل وسحاب والجوري تتوسطهم أيضا، والزهرات في أنشودة ألف يا هلا. طبعا هالأنشودة الجميلة والرائعة بمشاركة نجمتين جاءوا خصيصا لتقديم وأيضا لزيارة أطفال المواهب، وأيضا المشاركة مع أطفال المواهب في الاستعراضات الجميلة، الاستعراضات الرائعة، الاستعراضات الممتعة. يلا نبدأ، ما أسمع جمهور، يلا نبدأ. غزل إيش رأيك، صوتهم ضعيف ولا قوي؟ قوي. قولوا نبغى أقوى. نبغى أقوى. يلا سمعوها تحية قوية، يلا تقول غزل أقوى. حلو حلو، كيف حالك؟ طيبة. غزل، يا غزل مستانسة؟ ايه. مبسوطة؟ ايوه. حلو، ايش رايك صوت الجمهور عالي ولا ضعيف؟ تبغينهم يقولوا، قولوا بقوة، قولوا اعطونا تحية قوية. اعطونا تحية قوية. يا سلام، اعطونا تحية قوية الغزل. معلش سحاب، كيف حالك يا سحاب؟ طيبة. مبسوطة؟ ايوه. تروحين المدرسة؟ أي صف تدرسين؟ خامس ولا سادس؟ سادس. سادس؟ ما شاء الله، نسمع تحية قوية لسحاب اللي تدرس. وشو؟ تدرس صف سادس؟ لا روضة. في الروضة؟ وأنت أي صف؟ أول. أول إيش، جامعة؟ لا. ثانوي؟ لا. متوسط؟ لا. ابتدائي؟ إيه. طيب حلو، إذا خلونا مع غزل والسحاب في الفقرة القادمة مع نجمات وزهرات أطفال ومواهب، وفقرة جميلة بعنوان ألف يا هلا. خلونا يلا نشوف هالاستعراض. يا رضا الروض يديا وغردي يا نور السلام.
سلام يا سلام. اسمع قوة صحية لغزل وسحاب لسه بيستعرضون معانا في الأنشودة الختامية مع حنين النجمة حنين الشنيني وأنشودها. وش أنشودتها؟ وش أنشودتها؟ قناتي الغالية. إذن مع أنشودة قناتي الغالية مع الزهرات ومع غزل وسحاب. يلا خلونا نشوف هالفقرة الأخيرة مع زهرات أطفال ومواهب. طبعا أذكر قبل أن نبدأ بالاستعراض الأخير، التصوير راح يكون في الدور الأول بجانب روشن كافيه. روشن كافيه فوق في الدور الأول، اللي حاب يتصور مع زهرات بعد انتهاء البرنامج في الدور الأول في روشن كافيه أو جنب بجانب روشن كافيه موقع التصوير مع الزهرات. يلا نترككم مع حنين وقناتي الغالية. إذن جمهورنا الأعزاء جمهور الرياض، سعدنا بصحبتكم هذه الليلة مع أطفال ومواهب وبصحبة النجمتين الرائعتين غزل وسحاب. نسمع لهم تحية قوية. وأيضا متابعين لنا عبر البث المباشر نشكركم على المتابعة بعون الله تعالى. يا أهل الرياض نلتقي دائما وأبدا معكم، سعدنا بهذا الجمهور جدا 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 المتحمس من بداية العرض إلى نهاية العرض. كما نشكر الأندلس مول، نسمع تحية قوية. مركز الأندلس التجاري. إذن مشاهدينا عبر البث المباشر بمشيئة الله تعالى ينقطع البث معكم، وتابعونا غدا من البث من محافظة أبي عريش بعون الله تعالى من حديقة الشهداء إن شاء الله الحضور من بعد صلاة المغرب. شكرا لكم يا جمهور، تقبلوا تحياتي.